الماستر كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية سيتي. أنا جد سعيدة بالمشاركة في هذه المبادرة تحت تأثير الكوتش مصطفى السهلي. إحنا كشباب محتاجين لهذه المبادرة بزاف بزاف، لأن بحكم أننا مقبلين على تواصلوا بيننا وكيفاش التواصل ديالنا يكون إفيكاس وفعال. وكنشكر جميع الجهات اللي ساهمت في إنجاح المبادرة سواء من قريب أو من بعيد. مركز الريادة للتجربة والاستشارات يوم 22 يناير 2019 دورة تدريبية حول موضوع المهارات الحياتية بمركز اليوسفية سكيلز. هذه الدورة كانت حول موضوع المهارات الحياتية لإقناع التواصل والاستماع نموذجا، شارك فيها حوالي 45 شاب وشابة من إقليم اليوسفية، وكان الهدف أسمه هو إكساب المشاركين مجموعة المهارات الذاتية والحياتية اللي غتساعدهم في الرقي بمستواهم الشخصي والمهني، وغتساعدهم ايضا في الاندماج بالمحيط الاجتماعي الشخصي بطريقه جيده وممتازه.